حتكون about writing. Our lecture today it's about writing. Some advices basically. At the beginning, we would like to note that it's required to avoid long sentences. For example, what's mentioned here, the people is also, the opposite is also true. What we have to say here, also avoid using too many short sentences together is another bad habit or bad way in writing English paragraphs. So what we have here, نصيحة إنه تجنب استخدام الجمل الطويلة وبنفس الوقت تجنب استخدام الجمل القصيرة جدا. أعطينا هنا for example, this sentence is grammatically correct but it can give you a headache. ممكن توجع راسك من ناحية القواعد صحيحة لكن تعبك بالقراءة. مثلا فنأخذ مثال عليها. Writing is an art that you, my dear reader, should master if you really want to convey your message properly and make the reader feel that what you have to say is not only interesting but also necessary for them to read and analyze during the process of reading it. مسج من ناحية القواعد صحيحة لكن أربع أسطر فتشي أبدا غير مرغوب وفتشي كارثي وغير مفهوم بالنسبة للمتلقي إن كان متحدث باللغة الإنجليزية أو إن كان غير متحدث أو لغة الأم ليست إنجليزية. واحدة من النصائح إنه نترك الجمل الطويلة اللي ثلاث أسطر أو أكثر. ثلاث أسطر أو أكثر الستاندر اللي موجود عند الإنجليز ويعتبروك يعني كاتب محترف. الستاندر اللي أنصحك به سطرين، لا هي تكون نصف سطر، سطر إلى سطرين، هذا الأفرج المطلوب والمحدد واللي سهل الفهم سهل التلقي من ناحية القارئ. الجمل القصيرة أيضا غير مطلوبة اللي هي نصف سطر أو ربع سطر أو ثلاثة أرباع السطر، هذه أيضا جمل ما مرغوبة وتعطي انطباع أنه أنت مبتدئ جدا بالكتابة، ما تعرف تسوي جمل نظامية وجمل ذات معنى واضح. موضوعين نتجنبهم، الجمل الطويلة جدا اللي ثلاث أسطر أو أكثر أو جمل قصيرة اللي أقل من سطر المعدل سطرين. Okay. This sentence is much better to be written in this way. What we can say؟ وهنا عندنا صارت تقريبا سطرين. Okay. Writing is an art you should master if you want to communicate properly. Your goal is to make the reader interested in what you write and give them something to think about. هنا صارت عندنا هاي الجملة اللي سطر إلا كلمتين وهنا صارت عندي سطر وكلمة، فهذا المعدل من سطر تقريبا أقل بشوية إلى حد سطرين هو الحد المثالي أو الصيغة المفضلة في كتابة اللغات الإنجليزية. أنت ممكن تقطع ممكن توصل بالجمل حسب ما أنت ترغب. نلقي حاليا اكو ناس وخاصة اخر سنتين من طلابنا من يريد يكتب تقارير يبدي يسوي هذه الصيغة الجمل المركبة. ليش؟ ايضا بسبب انه احنا عندنا باللغة العربية دائما واحد يسترسل يعني يوضح الفكرة بشكل متكامل، فتشوفها انه تكون ماخذة لما تترجمها وتفصلها باللغة الانجليزية تلقيها ماخذة اكثر من 3 اسطر. فأيضا هذا بسبب عدم التوافق ما بين اللغة المتعودين عليها العربية والصيغة اللي توصف بها المعلومات باللغة الإنجليزية. فعندنا الحد المثالي هو سطر إلى سطرين. أوكي. شنو هنا عندنا نصيحة أخرى about writing؟ avoid overusing the verbs to be. عندنا ال is وال are وال was وال am، هذني تجنب تكرارهن بشكل أكثر من اللازم. لأن الأفعال أيضا تدل أو تنطي انطباع أنه أنت غير متمكن من الكتابة باللغة الإنجليزية. To be is obviously a very important and necessary English verb، هي مهمة ممكن التغاضي والإهمالها في كثير من الحالات، لكن it allows us to make descriptions اللي هي تستخدم. إحنا ليش نستخدم الـ is والـ are؟ إحنا باللغة العربية عندنا جمل اسمية، مثلا نقول أحمد سعيد، فهذا أحمد ما
مبتدا سعيد خبر، وما عندنا فعل بالجمله. بالانجليزي ما ممكن انه احنا نسوي جمل اسميه، كل الجمل باللغه الانجليزيه هي فعليه. فلذلك يعني عندنا موضوع هو وصف descriptions، عندك وصف لموضوع معين، وراح بالحقيقه يتطلب فقط الاسم والصفه او الاسم اللي هو السبجكت او الفاعل اللي راح يكون في بدايه الجمله، وبعدين فد وصف لحالته. فعندنا وصفيه. بالانجليزي ما عندهم جمله اسميه، فنضطر ان نضيف الاز او الار او الام حسب نوع الفعل. نحرص على انه يكون تطابق ما بين الفعل وما بين verbs to be، لكن بشكل عام ايضا تجنب استعمالها قدر المستطاع. اوكي، نعطي هنا مثال. however sometimes we use، هاي هنا تكمله للشرح. however sometimes we use it a bit too much، اللي هي ملاحظه، especially when we start writing in English، لما نحن نكون مبتدئين بالكتابه باللغه الانجليزيه. نلاحظ انه ال verbs to be بال is وال are وال am تبدي تظهر عندنا بكثره. اوكي، there are several tricks you can use to reduce the number of unnecessary verbs to be in your writing. The most common one is making the person or thing doing the action on the subject of the sentence. احنا نبدي هنا نربط اكثر من جمله، والفعل راح نركزه، نحاول نستخدم فعل مع الوصف. خلينا نشوف امثله شلون راح يصير هذا الحال. For example, this sentence is correct but it can be improved. خلينا ناخذ الاكزامبل هنا. She is very pretty. هنا هذه بالحقيقه انها جميله جدا او لطيفه جدا. She is جمله عربي انها جميله، لكن بالانجليزي راح نحتاج نضيف فعل. She is very pretty. زين، هاي جمله هنا مستقله، جمله متكامله. Subject والverb هو verb to be is، وبعدين عندنا هنا صفه للشي. She is very pretty. فهنا ظهر عندنا الإز. الجملة الثانية she is a nurse devoting to her patient. devoting كلمة جديدة تتبعون عليها وتثبتوها من ضمن المحاول الفوكابولاري اللي دائما نتناولها في الدرس مالتنا. devoted معناته مخلصة، مخلصة to her patient، حريصة أو مخلصة. فهنا أيضا وصفية. شلون نقدر نسوي هاي الجملتين بجملة واحدة نتخلص من الإز بالحالتين. يعني مثال this is much better structure for the same sentences the pretty nurse devotes herself to her patients and أنا ما استخدمنا أي إز. دمجنا الجملتين وعندنا صياغة الجملة بحيث صارت عندنا جملة متكاملة تعطي نفس المعنى، انه هي سيدة لطيفة ومتفانية ومخلصة مع مرضاها with her patients. اوكي، هنا ايش صارت؟ the pretty nurse اللي هي هنا انطى الوصف مالتها، وصلت انه سواء مبني المجهول. زين، the pretty nurse ما استخدم ال is. the pretty nurse devotes herself to her patient. هنا ما استخدمنا is ولا are، ورجعنا عبرنا عن المعلومة بشكل صحيح وأكثر جمالية في اللغة الإنجليزية. فأيضا نتجنب استخدام الإز، ممكن ندمج أكثر من صفة في جملة واحدة، وبهالطريقة إذا ندمج راح يبدي الفعل ديفوت. لأن الفعل راح نقدر نستخدمه كفعل أساسي بالجملة، مكان ما هنا كان جزء من الوصف، مكان ما هنا جزء من الوصف أصبح هنا الفعل الأساسي هو الفاعل بال. This is another advice we have to take care of it. Okay. What we have to take care when we write English sentences that it's required to avoid ambiguity. Ambiguity إن الجملة تكون ما واضحة المعنى، المعنى من عندها يقبل ممكن يكون بخلط، ممكن يقبل حالتي. نأخذ مثال على الحالة. If we write a sentence that can be interpreted in two or more different ways, or it's not clear what it is referring to, بماذا تعني وعلى منو تتأشر ومنو الفاعل وشنو النتيجة، راح يكون عندنا هذا جملة بها ambiguity، بها لبس. Okay. It's an ambiguous sentence. نهائيا ما مقبول انه تكتب فيه شي جمل، وخاصة لما عندك وصف، عندك قانون. خب الموضوع القانون هذا موضوع يكون حياة أو موت، يعني ممكن هواي أمور
تسوي مشاكل. فالامبيجيوتي نهائيا ما مرغوبه ما مطلوبه. اوكي هنا يو شود افويد يو شود تراي تو افويد امبيجيوتي سو ذات ذا بيرسون ذات از ريدينج وات يو رايت هاز ا كلير اندرستاندينج اوف وات يو ار رايتينج. اوكي يعني توصل صوره صحيحه. خلينا ناخذ مثال. There are many, نعم اعطينا advice, there are many ways in which you can avoid being ambiguous. But one of the existed ones is just to make sure the pronouns you use are clear in the context. واحدة من الأشياء أنه تستخدم الضمائر وتكون واضحة الضمائر وارتباطاتها بالسبجكت وبالأوبجكت اللي موجود بالجملة. نعطي مثال. For example, the following sentence: It is difficult to tell who was a good student, Mary or Sue. Okay. خلينا نشوف الجملة هنا شلون بها ambiguity، بها لبس بالموضوع ما مفهومة. Mary told Sue that she was a good student. نهائيا ما واضحة منو حاليا اللي هو good student. Mary أخبرت Sue بأنها طالبة جيدة. زين بنفس الحالة بالعربي بها يعني ما واضح من هي لأنها. She was الشي يعود على منو. سو هي الطالبة الجيدة لو ماري هي طالبة جيدة. هل هي المتحدثة إذا تصف نفسها بأنه هي طالبة جيدة لو ماري لو سو هي تخبر ماري بأنها طالبة جيدة. فهذه بحالتين بالعربي وبالإنجليزي هي جملة بها ambiguity بها لبس ما معروفه شنو. فهذه الحاله ايضا نهائيا ما مقبوله بالكتابه باي لغه بالانجليزيه وبغيرها من اللغات. زين شلون نحل هاي المشكله؟ بدي نوصف بتفاصيل. نستخدم pronouns اللي هي ضمائر زين بشكل مكثف حتى تبدي تميز تفاصيل الصفه على من تعود. يعني شلون ممكن تصير بشكل افضل وواضح ما في لمس. شو يصير؟ ماري described herself to Sue as a good student. نحن ضفنا الـ herself ضفنا فد ضمير pronoun حتى يميز لنا انه احنا هنا من هو اللي واقع عليه الصفه اللي هو good student. فهنا هاي الجمله واضحه ما تقبل لبس. فماري وصفت نفسها الى سو بانها طالبه جيده وانها حريصه وتحاول جهد الامكان انه تحسن مستواها وتحصل على الدرجات. فهنا انتهى اللبس باستخدام ضمائر دخلناها وسط الجملة لتوصيف المتحدث ومن هو الموصوف بالصفة الأساسية اللي موجودة بالجملة. فأيضا هذه واحدة من الملاحظات المهمة خلال الرايتنج. ملاحظة أخرى قد تبدو بسيطة لكن بالنسبة للقارئ الإنجليزي كلش مهمة. اتعود انه من خلال استخدام الكابيتال لترز يقدر يميز بسهولة بداية الجمل وبدايات المعاني انه المعنى الاول انتهى وتمعنى بدا جمله جديده بمعنى جديد وراح يدي يحللها بدماغه. فيو استخدام using capitalization okay it's very important to take care of it while we are writing. okay this may sound silly قد تبدو هاي المساله بسيطه but capitalization is actually very important. you should not write your name احنا هنا أنا. you should not write your name for example a name Mary. you shouldn't write it in this way. نحن عندنا الاسم لازم دائما يبدي بالكابيتال لتر. لازم يبدي بالكابيتال لتر. فهنا الام لازم يكون كابيتال لتر. should be capital letter. or John. or John. John shouldn't be shouldn't start with small letter. should be capital letter. J O H N. but it should be Mary and John. This is how it should be written in English. Otherwise, the English reader will not be able to understand what do you mean. He will consider this as a, let's say, a new word, or let's say maybe there's a spelling mistake. Okay, you may write more or something like this. So, okay, you have to take care of the capital letters. It's very important for names. Let's say for names. وتعرفون النيمز ممكن تشمل ايضا اسماء الاعمال او اسماء المؤسسات او اسماء البلدان او اسماء المدن. هذه الاشياء الرئيسيه اللي نهتم بها لما نكتب
باللغة الإنجليزية المفروض أيضا تبدي بالكابيتالات. يعني أنت تريد تكتب عراق، عراق حتى من تكتبها هسه بالوورد بس تكتب الأول حرف سمول اي ار اي كي كيو راح يقول لك هاي خطأ، يلا هي بس صحيحة. لا أقول لك خطأ، شنو الخطأ؟ إنه أول حرف بالعراق المفروض يكون كابيتال لتر. فالأسماء، الأسماء الناس والأسماء الأساسية اللي هي من أسماء الأعمال والأسماء المدن وأسماء البلدان تبدأ بكابيتال لترز. فهي ملاحظة أساسية وبسيطة ننتبه لها. بالإضافة له هنا شنو عندنا المفروض؟ إذا عندنا بدايات الجمل هنا مثلا عندنا حرف الواي في بداية الجملة أيضا يكون كابيتال لتر، لأنه قلت لكم إنه الإنجليزي دائما متعود يبحث دماغه عن الكابيتال لتر ويعتبرها بدايات لجمل جديدة أو لمعلومات تعتبر مهمة. It's another point. It's just as important to write Sunday. هنا أنا أيضا عندنا قلنا الأسماء العامة، هنا أنا أيضا ملاحظة Sunday and not Sunday، أسماء أو أيام الأسبوع وأيام وأشهر السنة، الأشهر خلال السنة أيضا تبدأ بالكابيتال letters. It's just as important to write Sunday and not Sunday. أيضا بعد بكتب letter and use capital letters after a period. After a period شنو؟ من عندي أني انتهت جملة، أنا مثلا من عندي نقطة وراء فراغ، هاي المنطقة تسمى period. Okay. For example, I will go to the beach on Monday. أنا مثال استخدمنا Monday، ثم عندنا نقطة فراغ period. Do you want to come? You want to come with me? Okay. فهنا عندنا do أيضا تبدي بكابيتال letter. فمجموعة ملاحظات أساسية، فبداية الجملة كابيتال لتر، لما عدت نهاية الجملة وتبدي جملة ثانية بكابيتال لتر، عندنا الأسماء العامة أسماء كابيتال لتر، أسماء المدن أسماء البلدان كابيتال لتر، وأيام الأسبوع كابيتال لتر تبدي، وأشهر السنة أيضا تبدي بكابيتال لتر. المفاصل الأساسية اللي راح نحاول ننتبه عليها أثناء الكتابة مالتنا تغير من مستواها بشكل ملحوظ. عندنا ايضا ملاحظه اخرى تخص الكتابه اللي هي انجلش بونكتويشن ماركس، اللي هي واحده من عندنا هي الكوما. الكوما is going to use to for separating elements in series. الان لما عندك تعداد لعدد من الاليمنتس كلش مهم، كلش مهم تستخدم الفوارز. مثلا هنا he served us chips صلصة بوب كورن ناتس اند درينكس اند درينكس while we watch the game. احنا اتفرجنا على الجيم على اللعب، وفي نفس الوقت هي او هو قدم لنا تشيبس وصلصة وبوب كورن وناتس كرزات وشراب. زين هنا أنا مكان ما نجي كوسع نكتب اند 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 اند، هنا يتم استخدام الكوما الفارزة للفصل، لكن ما عدا آخر تو إليمنتس آخر إليمنتين آخر وحدة نرجع نكتب آند. وهنا مستعمل وصحيحة هي إنه آخر بحالة ما تحط فارزة وآند، لكن حاليا بدأوا يغيرون القاعدة يخلون حتى آخر وحدة يخلون فارزة وآند، مو فقط آند يخلون فارزة وآند، يعني تبقى الفارزة لكن يستخدمون وياها آند. فالفوارز هنا أنا مهمة لما عندك ذكر لـ elements متعددة. زين هنا أنا إذا كان عندك مو استخدام and مثلا or أيضا تستخدم الفارزة. مثلا هنا أنا أنت تطلب تقول لي مثلا وفر لي chips or salads or popcorn or nuts، فهنا أنا حتى كل أحوال تستخدم فارزة، لكن حتى نقدر نميز أنت هاي هنا أنا تقصد هاي الفارزة تقصد بها اند لو اور، راح نجي اثناء القراءة راح نبوع هنا انا تبي الاخير اذا مستخدم اور معناته هاي الفارزة اللي قبلهن هي مستخدمة للتعداد بما يخص الاور، او اذا كانت اند فانت مستخدمهن تعداد لكن بما يخص الاند. شنو ايضا استخدامات اخرى للاند اللي هي اثناء الربط preceding conjunctions. preceding conjunctions اللي هي لاجل ربط ما بين الجمل، اللي هي مثلا عندنا الاند والبط واليد، هذين ثلاثة استخدامات متماثلة لأجل ربط جمل ما بيناتهن اعتمادية independent clauses.
independent clauses معناته جملتين كاملتين، كل جملة منهن تحمل subject والverb والobject، كل جملة ممكن أن تفهم وماكو اعتمادية ما بين الأولى والثانية، كل واحدة ممكن تفهم لوحدها وماكو اعتمادية بتسلسل الأحداث ما بين جملة والثانية، فنقدر نهرب نستخدمها باستخدام الأنت والبات واليد، لكن في كل الأحوال إذا نريد نستخدمها نجي نضع الفارزة there is a comma and there is a conjunction word like الأنت والبات واليد. نأخذ example هنا، هذا تستخدم البات والأنت واليد تستخدم لما عندي two independent clauses اللي هي جملتين مستقلات. خلينا نقرأ الجملة الأولى. My friends went to the arcade, but I stayed home with a fever. Okay. فهنا أنا زملائي غادروا. Okay. وأني بقيت بالمنزل. ممكن كل واحدة من هذني تكون مستقلة، لكن إحنا قلنا هاي لا تجب عليها جملة قصيرة أيضا غير محببة باللغة الإنجليزية. فتحاول أن تربطها لما عندك هيك حالة جملة وصفية تربطها مع جملة أخرى بحيث أنه أنت زيد الجملة وتحاول توصلها إلى سطر أو أكثر إلى حد أقصى سطرين. فهنا أنا نبدي نسوي conjunction، نستخدم أدوات الربط اللي هي هنا عندنا الأند والبات واليد. So my friend went to the arcade. There is a comma. Okay. But استخدم كوما وبعدين أدوات الربط، فالكوما قبل أدوات الربط. But I stayed home with a fever. فهنا عندي جملتين ما بيناتهم ربط، ما بيناتهم اعتمادية، ما بيناتهم اعتمادية، يعني هنا ما الفعل الثاني معتمد على الفعل الأول، أكو وصف أول وصف ثاني. شو عندنا بعد وسيلة أخرى لعمل ربط؟ عندنا استخدام conjunction word اللي هي since، لكن هذا تستخدم هنا comes in the beginning، يجب دائما تأتي في بداية الجمل، وتستقوم بربط two dependent clauses، جملتين أو جزئين زين بيناتهم ترابط سببي، dependent clauses بيناتهم ترابط سببي. نشوف مثال هنا في هاي الحالة وين راح تكون الفارزة؟ راح تكون فارزة بعد ال first after the first clause، بعد الجزء الأول أو الجملة الأولى. Since I was yearly I stopped to have a cup of coffee. بسبب إنه وصلت مبكرا فقدرت أتوقف وأشرب لي cup of coffee. Since I was، إن أنا ممكن تقول because I was yearly نفس الوسيلة، أو ممكن since أو تقدر تقول because نفس المعنى وأيضا ناجح، أو ممكن استخدامها كوسيلة ربط. Because I was yearly there is a comma after the first clause. Okay. Then you have to describe what you have did based on the first condition. Since I was yearly I stopped to have a cup of coffee. So you managed to connect two clauses, but in this case we have a dependency between the two clauses. Okay. We can connect, or in this case we are disconnecting two sentences and making them in two parts again, but in this case we used first and then we used then. There is a dependency between these two sentences. First I went shopping. This is a clear sentence. Okay. Then I was getting tired, so I decided to go back to home. So I decided to go back home. Okay. So we have two dependent clauses, but connected using the first and using the then. What we have to take care here about the comma. After the first, we have to put the comma, and after then, we have to put the comma. This is the important things what we have to take care about the punctuation marks and the comma. We have where we have to put the comma in this two cases. In these two cases, what we have is the semicolon. The semicolon, which is this is the semicolon. Okay, semicolon can use to link two related sentences. Two related
sentences. There is a relation between them, but there is not a very big dependency. Okay, instead of using conjunctions, the sentences that comes after the semicolon starts with lowercase letter. There is a conjunction, for example. They also separate complex list items and separate list items with commas. Okay, let's take care, or let's have a look at these two cases of using semicolons. Okay, the first case, we can use it to for conjuncting two sentences about جملتين. We were planning to have a dinner tonight. We were planning to have a dinner tonight. There is a semicolon. We had to cancel it when her boss called. احنا مقررين ان نروح طلعة for dinner. Okay. لكن اللغة هاي الطلعة او هاي النزهة او هاي الفرصة بسبب انه صار عندهم عمل طارئ ومديرهم مديرها بالعمل او مديرهم زين خابر وطلب حضورهم. فهنا اكو عندنا dependency، عندنا هنا related، اكو عندنا link to related sentences، اكو ذني بيناتهم رابط، ما ممكن وحدة تكون مستقلة وما يكمل المعنى بجملة واحدة. اوكي، فبهاي الحالة نقدر نستخدم السيمي كولون حتى نفصل الجملتين. لكن انا شنو لاحظ بعد السيمي كولون نبقى نستخدم سمول لتر ونكمل الجملة بدون ما نعتبر ان الجملة الاولى ما كأنما ما انتهت، اكو بها تكملة معتمد على الحالة الاولى. اكو بيناتهم ريليشن، اكو there is a related to related sentences. ممكن نربطها زين بشكل اخر. We were planning to have a dinner tonight, but we had to cancel it when her boss called. Okay. نحن أيضا نقدر نربطها بشكل صحيح باستخدام فارزة واستخدام conjunction word البط. فهنا التنقيط ناخذ ننتبه عليه، احنا قلنا الكلمات الأساسية اللي هي الآن والبط واليت اللي نكون مسؤولين عنها خلال درسنا وشلون نستخدم التنقيط وياها. فدائما تكون فارزة تأتي قبلها كلمات الربط مثال عليها. أما نقدر نستخدم هنا سيمي كولون أو نستخدم أداة ربط اعتيادية، لكن ننتبه على وجود الفارزة قبل أدوات الربط اللي هي هنا في الحالة البط. We had to cancel it when her boss called. Okay. My mother. مثال آخر على استخدام السيمي كولون. هنا المثال الأول لما عندنا نستخدمها لاجل ربط جملتين اكو بيناتهم ترابط بيناتهم اعتماديه. زين المثال الاخر نستخدمها لما عندنا تعداد لكن بدرجتين مختلفات. اوكي شلون؟ هنا خلينا نشوف مثال. My mother visited Nairobi in Kenya. هذه نيروبي فارزه in Kenya تفصيل اضافي لنيروبي، او هنا صار عندي مثال لتعداد لي من درجة أولى وراها تجي سيمي كولون حدخل في تعداد لمجموعة ثانية. طوكيو ان جابان سيمي كولون اند ساو باولو ان برازيل. ساو باولو ان برازيل. اوكي فهنا عندنا نظامين او نوعين من التعداد. يعني دي عدد مدن، دي عدد مدن بيناتهم فارزة، بعدين دي عدد هنا مدينة ودولة، وهنا عندنا مستقلات بيناتهم فارزة وحط سيمي كولون، وايضا بدا يعدد دوله ومدينه، العفو مدينه ودوله، وايضا مدينه ودوله. فهيك نوع من الترقيم اللي بي تو ديفرنت تو ليفلز. اوكي تو ديفرنت ليفلز وي هاف تو يوز ذا كوما اند وي هاف تو يوز ذا سيمي كولون. وي هاف تو يوز ذا كوما اند وي هاف تو يوز ذا سيمي كولون تو سيبريت ذا ديفرنت جروبس. هير ذا كوما is used to separate the different items, but the semicolon to separate the groups. Okay. The tenses, we have to take care of them. What we mean by these. Okay. When you write, pay special attention to the tenses you used and make sure your choices are correct in the context. Okay. الأزمنة
دائما ناخذ ننظر الاهتمام لها بشكل انه لما عندي موضوع بالمستقبل شنو الصيغه. دائما يعني ما نريد احنا نبدي بجمل معقده ونستخدم مضارع المستقبل التام ولا الماضي التام ومن هذه التفاصيل، لانه هذه دائما تستخدم لما بالكتابه الوصفيه هاي شويه تكون حالات خاصه. دائما بالوصفيه تستخدم اما الماضي البسيط او المضارع البسيط او المستقبل البسيط، هذني ما نادرا ما راح تحتاج تستخدم تقاطعات وتبدي تستخدم البيرفكت، لانه البيرفكت فقط لما عندك في جمله واحده حادثين بتوقيتين مختلفين، يعني مثلا بالماضي لكن بزمن ماضي جدا وزمن متوسط بالماضي حديث، او مثلا زمن الماضي اللي تو انتهى وزمن المضارع اللي سيتم وهكذا. فلما عندي في جملة واحدة اكو أزمنة متقاربة نستخدم البيرفكت تنسز، لكن دائما الكتابة الوصفية نقدر بسهولة نميز شو كنت حنستخدم كل حالة، الماضي البسيط ولا المضارع البسيط ولا المستقبل البسيط. عندنا ملاحظة أخرى subject verb subject and verb agreement there should be a matching between subject and verb in the sentence. For example, the price of books سعر الكتب is on the rise سعر الكتب في تصاعد. زين هنا الاس بي من مرتبطه بالبرايس، هنا معمم مستخدم يعني مفرد صيغه المفرد، ما قال prices of books. ليش هنا أنا ماخذ صيغه تعميم فقال the price of books is on the rise، فهنا أنا عندي السبجكت مال الجمله اللي هو مفرد، فننتبه انه هنا أنا الاس ما نستخدم الار، انه هنا أنا البوكس صحيح هي هنا وارده عندي قريبه من الفعل لكن الاس ما مرتبط بيها، مرتبط بالبرايس، فناخذ حذرنا لا نقع فيها كذا اخطاء. سبجكت فير اجريمنت، فهنا عندي لازم توافق ما بين السبجكت وما بين الفعل اللي مستخدم للجمله من ناحيه المفرد ومن ناحيه الجمع. conjunctions or connections or connections we words we use to link or connect phrases and sentences. What we have to mention here, connections are useful because they make our writing more fluid, more fluent and natural. More fluent and natural. Fluent اللي هو معناته تبدو متحدث بطلاقة أو سلاسة بالنطق، أوكي، وطبيعية، فنستخدم أدوات الربط. When you don't use connectors, your text tends to have short sentences. This is how children normally speak or write. Okay. مو بس هيجي، مو فقط الأطفال يستخدمون جمل قصيرة. دائما هاي الحالة يعني هسه تشوف العاملين هنا عندنا دائما يستخدم كلمات جمل قصيرة، ما يقدر الأجنبي بالعربية ما يقدر بسهولة يسوي جمل مثل ما أنت تسوي متحدث باللغة العربية، دائما الجمل مالته قصيرة. زين مثلا أنت دائما حتى مثلا واحد زائد واحد ممكن يعتبرها جملة، هذا منو أنت يعني، فدائما الجمل عندهم يا بالكاد تتكون زين وتكون دائما قصيرة. نفس الحالة هذه ستظهر عليك أنت إذا تكلمت بالإنجليزي، فدائما احنا ننصحك أنه حاول تحاشاها وكون جمل أطول وتكون مترابطة وتعطي معنى أوضح للمتلقي، فراح يبين عليك أنه أنت متمكن من الكتابة واستخدام اللغة الإنجليزية، وبالتالي المعاني اللي ترغب بإيصالها سيكون نقلها وفهمها بشكل أوضح من ناحية المتلقي. When you add connectors to your work you get closer to how native speakers of English talk or write. When you add تربط اوكي تحت تقترب انت للطبيعة اللي متعودين عليها الأجانب شلون يكتبون وشلون يوصفون what we have else examples. Good to find these examples because they clarify the idea. No native, what we have here, no native speaker would talk or write like this way and this way.
Okay, the car was beautiful. This is a small sentence. This is sentence, grammatically correct, but it's not how they say it in English. No one say it in this way. The car was very beautiful, and there is a full stop. I could not afford it. He couldn't buy it. He couldn't afford the required money to buy this car. I couldn't afford it. And there is a full stop. I asked my brother for money. I asked. There is another small sentence. I bought it. I bought the car. I bought the car. So, 3, 1, 2, 3, 4 sentences. Small sentence, not required to be in this way. This is far away from how English people say or speak. Okay. Way to go. Hemingway, this is much better in writing. Okay. The car was beautiful. There's a comma, but there is a conjunction word, a dot robot, but I could not afford it. Comma, there's another conjunction word, سيرة ربط أخرى بيتوصف هنا أن أكون اعتمادية. So I asked my brother for money and bought it anyway. Bought it anyway. Bought it anyway. فهنا أنا استخدم وسائل الربط لربط هاي الجمل المختلفة اللي بعضهن أكو بيناتهن اعتمادية وبعضهن ما بيناتهن اعتمادية. هنا أنا السو توصف لي أو أسوي وسيلة ربط ما بين جمل أكو بيناتهن ترابط أو dependency، واستعمل البات أكو تربط جمل ما بيناتهن dependency أو ترابط ضعيف. أوكي، وهنا أنا أيضا الآن تربط لي جمل ما أكو بيناتهن ترابط شديد أو ما بيناتهن dependency. فهنا أنا هو ربط طلب الأموال واشتراها. أوكي، فاستخدمنا الآن واستخدمنا البات واستخدمنا السر. هذه this way of writing the same sentence is more fluent, okay, saying it and writing it. It's more like what the English people write. Okay. Another thing we have to take care of it, okay, on using who and using whom. Okay. The basic trick you can use to figure out which one to use is to try replacing who or whom with a pronoun, okay. تغير أو تحذف الهو تحذف الهوم وتخلي مكانها ضمائر pronoun. Okay. شنو الحالة اللي راح نشوفها؟ If you can say he or she or they in the sentence, use who. Okay. فإذا عندك مكان أنت مستخدم به who or who وأنت ما متأكد هاي الهو or whom يا هي من هنا الصحيحة، فأنت تلغي الهو أو الهوم وتحط بمكانها ضمير he or she or they. فإن كان إن صحت الجملة راح تكون يعني ممكن تمييز الجرامر مال الجملة بشكل أكثر دقة. زين هو لهم شوية ما واضح بالنسبة إنك شو نقول نون إنجليش سبيكرز، أوكي، تحدث لغة أجنبية بالنسبة للإنجليز. أوكي، فإذا تبدل الموقع الهو أو الهوم تخلي ضمير هو هي أور شي أور ذي، فمعناته أنت المفروض تستخدم هو. لكن إذا أنت شلت الهو أو الهم واستعاضيت عنها بهم أو هير أو ديم وطلعت الجملة أكثر أو صحيحة بشكل أدق من ناحية الجرامر أو الستركتشر مالتها، فإذا الأداة التعريف اللي راح تستخدمها المفروض تكون هم. زين فسهل التمييز، فإذا أنت هنا عندك هم وديم فهنا أنا هم، فهنا أنا الإم موجودة بالضمائر موجودة بالهم، وإذا شي وهي وشي وذي ما موجودة بها هنا بالوصف الام، فإذا تستخدم الهو اللي أيضا هي ما بها حرف الام. فبس وسيلة بسيطة حتى تتذكرها تستخدمها بشكل صحيح. زي خلينا نشوف أمثلة بما يخص الهو والهم هنا. There are some examples of the correct and incorrect ways to use who and whom. Okay. الحالة الأولى to who do you want to speak. Okay. هذه الحالة خطأ أو هاي من ناحية الجرامر خطأ. ليش خطأ؟ إحنا هنا أنا حاليا ما متأكدين نخلي هو أو هوم، لكن هنا أنا إذا نجي نسوي تبديل، إذا نحط تو نجرب، إحنا هنا أنا شنو قلنا الشي والهي
will they to she do you want to speak ما to he do you want to speak ما مو صحيح جملة ستركتشر مالتها بخلل to they do you want to speak ستركتشر مالتها مو صحيح زين اذا نجرب الست الاخر اللي هو الهير والهم والهير والذيم خلينا نشوف اوكي to here do you want to speak نعم بالضبط to here do you want to speak to him do you want to speak okay. to them do you want to speak اوكي فهنا أنا البديل معناته اذا اريد استخدم الهوم البديل انه استخدم هوم ما استخدم هو ليش الضمائر اللي ممكن هنا انا استخدمها بهذه الحاله بدل الهو زين والجملة تكون أكثر صحة أو أدق من ناحية الجرامر هي الضمائر أو هي البرونون اللي هي الهم والهير والدم الهم والهير والدم فهنا أنا الاستخدام اللي هو خطأ واستخدام اللي هو صحيح لأنه الضمير اللي خلى الجملة تكون صحيحة من ناحية الجرامر اللي هو الهم مثال آخر There were 50 students. There is a comma. 12 of who were from Spain. Okay. نانا أيضا. 12 of شنو 12 of they of them. نانا كلش واضح. 12 of them. فما طول استخدمنا them فإذا هنا أنا اللي أكثر صحة اللي أدق حتى نربط هاي الجزئين استخدم whom. 12 of whom were from Spain. 12 of whom were from Spain. That's correct using. You have to use whom. ليش؟ لأن الضمير لما رفعنا الهو استخدمنا them. 12 of them were from Spain. الجملة صحيحة من ناحية الجرامر واستخدام الضمائر بشكلها الصحيح. Exercises. هنا أنا أمثلة. We have exercise. Think back to the last book. You read or movie you watched. Write an essay about this movie. At least one page. هذا homework تمرين صعب قد يبدو صعب لكن ممكن يجي مثله بالامتحان وامتحانه راح يكون ورقي. فاحنا هذا نريد ننبه عليه انه تكتب وتوصف زين وتستخدم جرامر صحيح تستخدم ادوات ربط صحيحة وتتجاوب تحاول تكون جمل عندك تتجنب الجمل القصيرة اللي هي نصف سطر أو أقل ربع سطر دائما تكون الجمل من حوالي سطر إلى سطرين فهذا المثال كلش مهم راح أطلبه بالإسي وعليه تقييم راح أعطيه تقييم عالي لأنه هذا كلش مهم راح يجي أكيد مثله بامتحان آخر الفصل آخر الفصل امتحان أكيد عندك واكتب وصف زين فهنا أنا صفحة كاملة زين والصف لي فد حاله دائما تعتمد الازمنه البسيطه ما اريد تدخل بالازمنه المعقده مستحيل راح تقدر تضبطها كليتنا متحدثين بلغه عربيه مو لغتنا الام الانجليزيه وبسهوله نخطئ دائما الوصف يعني ما يتطلب تدخل بالكومبلكس تنسز دائما السمبل باست والسمبل بريزنت والسمبل فيوتشر لكن شنو نحط هنا ملاحظاتنا الاساسيه من ناحيه البنكتويشن من ناحيه ربط الافكار باستخدام الأدوات البسيطة من ناحية استخدام الكابيتال لترز بالأمكنة الصحيحة لما نريد نوصف الأسماء العامة أو أسماء المدن أو أسماء الدول أو أسماء الأعمال أو أيام الأسبوع أو أيام أو عفوا أشهر خلال السنة فهذه الملاحظات الأساسية اللي أنت تحتاج تنتبه عليها راح أخلي هذا هومورك وأكيد هذا واحد من الأسئلة اللي راح تجيبينها في الفصل فدير بالكم